غموض حكومي وتباين سياسي أزاء وجود قوات أمريكية في العراق، إذ أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي حرصه على تقليل أعداد المقاتلين الأجانب والذين لا يزيد عددهم عن 7000 مقاتل، فيما تواصل أوساط نيابية رفضها لوجود تلك القوات، معتبرين تواجدها في العراق خاصة مع الانتهاء من الحرب مع داعش بالاحتلال. المتحدث باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية إيريك باهون أكد أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تنوي سحب أي جندي أمريكي من العراق في المدى القريب، مضيفا إلى أن البنتاغون متفق مع حكومة بغداد على تحويل مهام القوات الأمريكية المنتشرة على الأرض إلى عمليات تدريب وحدات الجيش العراقي. بعض فصائل الحشد الشعبي عبرت عن رفضها لوجود أي قوات أمريكية في العراق تتقدمهم حركة النجباء وبدرة، مكتفين باعتبار تلك القوات مصدراً للاضطراب في البلاد. أما كتائب حزب الله فلم تكتفي بالمطالبة بانسحاب القوات الأمريكية، بل اتخذت لهجة التهديد مشيرة إلى عزمها على مهاجمة تلك القوات حسب ما صرح به المتحدث باسمها جعفر الحسيني، في حين طالبت بعض الجهات رئيس الوزراء بيان أسباب تواجد تلك القوات وتحديد وقت انسحابها بعد تحرير الأراضي العراقية من دنس الإرهاب، في حين التزم الجانب الكردي والقوى السنية الصمت وسط تصريحات بضرورة بقاء تلك القوات لكن بشروط. ومع كل تلك التصعيدات يرى مراقبون إن وجود القوات الأمريكية في العراق مرهون بإثبات القوات العراقية قدرتها على الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن. مصطفى حمدي، قناة الرشيد،